القوانين الضريبية والبيانات المالية ما بين التكام والتناقض هو كتاب اليوم يلي بننصحكم فيه للمؤلف دكتور روجيه لطفي ودكتور محمد وهبي باللغة العربية. هذا الكتاب بيحتوي على ثلاث أجزاء وهو بحث مدعوم من الجامعة اللبنانية وأنجز بالتعاون مع المعهد المالي معهد باسل فليحان وزارة المالية، وبيطرح أسس التقارب بين الشأنين الشأن المحاسبة والضريبة بظل تطورات معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية يلي بيتم اعتمادها بلبنان. بيطرق الكتاب إلى موضوع التهرب الضريبي كعامل مؤثر بالعلاقة ما بين الضريبة والمحاسبة، كما بيطرح تأثير المفهوم الديني والسياسي على العامل المحاسبة، على عامل المحاسبة من جهة والعامل الضريبي من جهة تانية. فإذا هذا الكتاب اسمه القوانين الضريبية والبيانات المالية ما بين التكامل والتناقض. وننتقل على ورشة ملاحة المطبخ. بس قبل بالسينما بيقولوا لي بداية انتفاء جولة بصالة العرض. Les temps ont changé. C'est quoi le problème? Le problème, c'est les battes de baseball que vous emmenez sur les interventions. ضمن أفلام هالأسبوع فيلم الأكشن The Squad أو The Sweeney Paris عن وحدة بالشرطة الفرنسية عم بتحاول تعتقل مجموعة من المجرمين مع جان رينو. Hey, supposed to be in Milwaukee killing your husband. So why are you here? والفيلم الكوميدي Mr. Right عن صبية بتنغرم بشاب وبتفكر انه هو الشاب المثالي لها، ولكن عنده مشكلة كبيرة وهي انه قاتل مأجور عم بيحاول يهرب من العصابة اللي اشتغل معه، مع انا كاندريك وسام روكويل وتيم روث. He just realized I don't know his name. Who, Mr. Right? Yeah, Mr. Right. هلا بننتقل على المطبخ ورشة ملح. أنا بعرف يا رولا إنك مستعجلة علي لأنه اليوم ما شفتيني إناف، أنا بعرف، بس بعتقد إنه دقتي شيء. اليوم ما قهرتك أبداً، إني مشتقت لك إلي زمان. دقت شيء. شيء. أوكي. لكن مشاهدينا بعرف إنه اليوم هيك تلخبطوا شوي الوصفات، حأرجع بس تخلص الوصفة الثانية لإلي لليوم، حأرجع أشرح لكم الهامينج بيرد كيك كيف انعمل وشو كانوا مكوناته بالتفصيل وبالعيارات لحتى ما يضيع شيء عليكم من وصفتنا لليوم. الوصفة الثانية هي عندي ديفلز كيك، هيدا تشوكلت كيك كتير تشوكلتي، طريقته شوي سبيسيال بس بيطلع كتير جوسي. الفكرة منه هيدا الكيك إنه بده ينحط بقلب الصينية وفينا ما نقلبه، يعني فينا نخليه بقلب الصينية بس تيستوي ويكون بعده سخن. هحط عليه طبقة مارشميلوز، بدوب المارشميلو وبكون أنا حضرت بوقتها الجليز، تشوكلت جليز بحط عليه وبيتقصقص من الصينية مثل ستيل لازانيا. إتس لازانيا كيك فينا نعتبره. هلا كيف بلشت وصفتي؟ عندي أول شيء 2 بيض حطيتهم مع كوبين سكر، خلطتهم كتير منيح لحتى عطشوني هيدا اللون الكتير أبيض، لازم يعمل موس بيضة كتير قوية. بالوقت ذاته دوبت 150 جرام شوكولا نوار مع 120 جرام زبدة، دوبتهم بالباماغي، فينا بالمايكروويف إذا كل مع 20 ثانية نظهرهم، نرجع نخلطهم مع بعض لننتبه انه ما يحترق ابدا عنا الشوكولا. حضيفه على الخليط. طبعا ننتبه على الحراره، يعني بس تدابه شلتهم من الباماري لانه انا ما بدي انه البيض عندي يعمل سكرامبلد، يعني يصير هيك مكسر او يقرش، بالعكس بهمني انه الخليط يطلع كتير سموث. هأخلطهم سوا. بهالوقت حضيف على الطحين البيكنج صودا والملح. وأخلطهم مع بعض. شو عندي كمان للوصفة؟ عندي كوب مي لازم تكون دافية، أنا حضرتها أوريدي
منا سخنة مش مغلية بس دافية، كمان بدي زيدها على الخليط قبل ما اضيف المكونات الجافة. ما نخاف ابدا اذا الخليط طلع كتير رخو، هو هيدا الكيك كتير جوسي. هلا حضيف خليط البيكنج صودا والملح والطحين، بخلط شوي برجع بضيف عندي البتر ميلك، البتر ميلك اللي هو خليط الحليب مع الخل. للناس يلي دايما عم بتتابعني، عند صار في اشياء مثل رولز، مثل قواعد بنقدر نمشي عليها. يعني لما انا بكون عم بستعمل بيكنج صودا او بيكربونات بقلب خلطه الجاتو، انا بضيف ملح على الطحين لانه بيتفاعلوا مع بعض وبيعطينا نتيجه جيده جدا بنفخ الجاتو وبالتكستير تبعوله. ودايما بعطيكم اشياء بديله عن الاشياء اذا ما كانت موجوده بالسوق. يعني باتر ميلك هو مكون موجود بثلاث ارباع الوصفات يلي بناخدها اونلاين الامريكانيه، بس نحن مش موجود عنا بلبنان بالسوق عنا، سو تعلمنا انه نعمله من الحليب والخل. هلا فرجيكم كيف الحليب بكسر على الخل. هيدا الجاتو صار جاهز. هيدا هو الحليب مع الخل او الباتر ميلك. خلطة صغيرة حصبه وحطه بالفرن. وبلش اهتم بالاشياء التانية. لكن خلطة كتير هينة، دوبت الشوكولا والزبدة على النار بالباماري، خلطت البيض كتير منيح مع السكر والفاني، وبلشت ضيف المكونات السائلة المي السخنة، ورجعت بالآخر حطيت الطحين والبيكنج صودا والملح والحليب. حفوته على الفرن. وارجع ذكركن بمكونات الهامينج بيرد كيك يلي هو اوريدي صار وصفه جاهزه قدامي وطلعت وبتجنن. لانه بعد شوي بدي احضر الكريم يلي بدي غلي فيها، وبدي احضر الجليز تبع هيدا الكيك. فات على الفرن على حراره 180 درجه. طبعا أنا الفرن عندي حامي كتير من الصبح، والفرن عندي صغير كمان، الحماوة بتضل فيه، سو عم ياخد دايما الجاتو وقت أقل من غيره. بس أهم شي لازم نعرف إنه ما بنفتح على الجاتو قبل ما يمرق تلت الوقت المفروض لإله. هلأ شو عندي؟ بدي حضر جليز يلي بدي حطه على وجه هيدا الجاتو. من شو معمول هيدا الجليز؟ عندي حليب مكثف محلى. إذا استعملنا الحليب المحلى منا بحاجة لنضيف سكر، إذا استعملناه بدون سكر لازم نضيف عليهم كوب سكر بودرة. حضيف عليه نص كوب زبدة، يعني 110 أو 120 جرام زبدة. بفضل حطهم على نار اقوى، وبرجع ضيف عليهم قطع الشوكولا لحتى يعمل لي جليز. هيدا الجليز بيقدر يرافق اي شوكليت كيك، ممكن يكون طيب كتير سويت كتير، انا اكيد انه كلنا حنحبه، يعني كل اللي حيجربوه حيحبوه. لانه هي سويت هيدي الوصفه، انا فضلت انه استعمل معها السكر الاسود يعني شوكولا نوار.
بس اكيد كل واحد بيرجع على ذوقه هو كيف بحب يستعمل الشوكولا تبعه له، بس انا اكيد بفضل وبنصح انه نستعمل شوكولا نواخ. اول وصفه مرقت لعندي لليوم ورقت معي هي كانت الهامينج بيرد كيك. كنت عم خبر انه هيدا الكيك هو كيك وصفة إنجليزية مشهورين فيه الإنجليز، واخترق وقت اللي عملوها بال 1947 أو 50 صارت هي الوصفة الأساسية لكل مناسباتهم السعيدة، يعني أعراسهم أعياد ميلادهم ما بيعملوا إلا هيدا نوع من الكيكس. كيك كتير غني بالنكهات، فيه قرفة، فيه بهار حلو، وكمان في بقلبه موز وفي بقلبه جوز. وهلا منشوف وقت نحضر الكريم تشيز تبعيته حنضيف عليه كمان جوز هند من برا لحتى نعطيه شكل كتير حلو. كانت طريقته كتير سهلة، خلطت البيض مع السكر بالخلاط كتير منيح لحد ما عطوني موس كتير فاتحة، ضفت عليهم الزيت زيت النباتي، رجعت ضفت عليهم خليط الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج سودا والبهارات والملح طبعا لما ننسى مع البيكنج سودا، خلطتهم مزبوط. واخر شيء ضفت عليهم كوب ونص موز، لازم الموز يكون مقصقص كتير صغير ويكون كتير مستوي، ورجعت ضفت عليهم كمان قطع الاناناس بالعصير تبعهم يلي هو طلعت وصفه ولا اطيب. هلا بتشوفوا قديشة جوسي. هلا حيدوب الشوكولا وبيخلص الجليز تبعولي هون على السخن مثل ما شفتوا، ما بقى بحاجه للحراره القويه لانه الخليط اوريدي صار سخن كتير، بيقدر بكل سهوله يدوب الشوكولا يلي عم بستعمله. هيدا الجليز يلي بدي عوزه على الكيك. شو بدي احضر كمان اليوم؟ بدي احضر بعد الكريم تشيز يلي هي هالكريمة يلي عم تمرق معنا بكتير وصفات مرقت معنا مرة الماضية، يلي هي بدي استعمل فيها جبنة الكريمية مع السكر البودرة، وبدي اضيف عليهم كمان زبدة لحتى تعطيني هيك نكهة ولا اطيب وتكسر من طعمة الجبنة. الجليز صار جاهز والجاتو ما بده كتير بالفرن، هلا منشوف كيف حيصير. مثل ما شفنا شلته عن النار، ما بقى بحاجه ابدا انه حطه على النار لانه ممكن بسهوله يحترق الشوكولا. للناس يلي بتخاف انه تحرق الشوكولا بتقدر تعمل هيدا الشيء اللي انا عم بعمله بالباماري. بالباماري يعني بنحط طنجره فيها مي بنحط بقلبها بالقزاز على قدها نقدر نشتغل فيه على حراره البخار. هيدا الخليط صار جاهز، بيبقى عنا الكريم ونشوف كيف بدنا نزين الجاتويات تبعولنا. لكن مثل ما قلت الهامينج بيرد كيك فيه كتير نكهات موز وبهارات وجوز واناناس كمان. صار الجليز جاهز، هيدا هو اللي ممكن يرافق اي جاتو بدنا اياه. هلا حيكون عنا بريك، بعد البريك حنزين وصفتنا سوا. بريك. هاي نحن هنا كيفيه معكم. بلشنا طلعنا بس لانه كنا بالاجواء عم نخلط بس ورشه ملح وكافيين معكم. عادي انا وانت مكفيين حياتنا كثير طبيعي يعني. على فكره هيدي المكنه طلعنا على الهواء بعدنا دود 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 دود. يا رب تسامحنا عن جد، يا رب تسامحنا بس عن جد من ألذ المكانات ممكن تكون ايفر، بس ما بقدر لكم صوته. لا لا ظهرها بميجرين انا اليوم عن جد، يا رب ميجرين حدا ظهر ب 3 كيلو وزن. انا هلا ما سالتيني شو عم حضر. عم بحضر يامي يامي يامي. شو طيب كيك يامي؟ ايه طيب بس بعد ما دقتي بالكريم تبعوله عم حضر
الكريم تبع التشيز كيك تبع التشيز كيك الكريم تشيز تبع الكيك لحتى نبلش نزينه قبل ما يخلص الشوكليت كيك ونضيف عليه باقي المكونات اللي ناقصه. هيدا هيك تفضلي 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 اهلا وسهلا فيكي. هيدا شو قلتي لي؟ هيدا كريم تشيز، يعني لنذكر دائما كوب جبنه كريميه، 3 كواب سكر بودره، ونص كوب زبده. على الخفيف ما ابدا خفيفة. انا قلت لك اول ما بلشت نهاري قلت هيدي الوصفه هلا هو المفروض الجاتو العيار اللي عم تشوفوه قدامكم المفروض يطلع 3 طبقات. أوكي. في طبقه ما بعرف كيف اختفت، ما حدا بيعرف، حينعمل طبقتين لانه بي ما اختفت هي هون ديبو. اذا انعمل 3 طبقات بنصح العالم، بعرف انه كثير طيب بس ما ياكلوا اكثر من قطعه لانه عن جد بيوجع كثير. هلا مع الكريم شوفي كيف بده يطلع. بدك تحطي من فوق من فوق يعني بدك تحطي هلا طبقه ثانيه طبعا وترجعي تحطي فوق. مظبوط، وكان المفروض يكونوا 3 طبقات بس في حدا كان مفروض سافا شو بدنا بثلاث طبقات؟ ما بعرف كيف بدك تقصيها وتاكليها وتحطيها بالشوكه بتمك نوي بتصعبها هي لانه صعبه على القص. رولا حبت تهون علينا كثير القص تبعه لولا الجاتو. طبعا تتذكري شو حطينا فيها الجاتو رولا اللي من الصبح بشرح؟ اناناس وموز. برافو رولا. والموز كيف لازم يكون؟ رفيع مستوي كثير مستوي. مظبوط مظبوط مظبوط. تاتا كم ساعة؟ يعني اذا عندكم موز هلا مستوي بتطلع هيدي هي ذا بيست ذا بيرفكت طبخه ايفر ايفر لانه عن جد كثير مغذيه وما فيها كثير مواد دهنيه. اذا ما حطينا الكريم معها ما تنسي ما حطينا ابدا الا شويه زيت بالوصفه. منيح للبيبيز هيدا الكيك. يا 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 فور كيدز. يا 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 بتعرفي شو حلو لانه هيك انه بالضبط. اصلا انا ما بحب الجاتو كثير مصفصف. اخ هلا هلا اطيب هلا هلا كلناه عن ناشف نحن. ايه يامي شو في حد غير الجوز؟ انا كثير ام نوت انتو جوز. ما تحطي جوز. ما حط شيء نو ابدا نوني. الجوز هو شيء اختياري، يعني فيكي تحطي وفيكي ما تحطي. اوكي ما مش انه حت تنقص النكهه نو 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 هلا هو بيعطي نكهه اطيب هو اكسترا النكهه تبعه. بنقدر ايه ونقدر لا ححطه شوي بالبراد للطاقه طلع لها الله عم بتودعوا قلبي رولا ما حنحطه بالبراد لانه مش حيفوت على البراد. مش حيفوت. شو قلت لك حياتي شفتي؟ في حدا عمل له عين. قدر ومكتوب. قدر ومكتوبه. حطل على الشوكليت كيك يلي هو اهلا وسهلا. لو سأل اليوم نهارنا حافل بالكيكس. نعم حارجع اشرح شوي عن الشوكليت كيك اللي عملناه مع انه انت ما صرت هلا دينتي معك معك خالص على الماكسيموم. نعم حطيت دوبت بالبان ماري شوكولا مع الزبده. قد ايه؟ حطيت 150 جرام شوكولا و120 جرام زبده بالبان ماري دابوا مع بعضهم، شلتهم لانه بدي اياهم بحراره الحراره العاديه. ما خلطناهم؟ خلطتهم اكيد ما خلطناهم مع بعضهم دوبناهم مع بعضهم. اوكي يعني بينخلطوا اوريدي. اوكي خلطت البيض مع السكر بالخلاط مزبوط لحتى عملوا لي موس بيضه. ضفت عليهم خليط الشوكولا والزبده، ضفت عليهم كوب مي دافيه انخلطوا مزبوط. بهالوقت على الطحين حطيت البيكنج صودا والملح. ضفتهم على الخليط ورجعت بالاخر حطيت عليهم باتر ميلك. باتر ميلك وقتها بتشوفيها باي وصفه هي عباره عن حليب محطط له خل، بيقدر يكون خل ابيض بيقدر يكون خل التفاح. لحظة باتر ميلك حطيتي له شو؟ حليب. ايه بتحطي له خل. هات لفرجيكي كيف. حفرجيكي كيف. حليب عادي؟ حليب عادي. حفرجيكي شو بيصير لانه معنا وقت. هيدي الشغله على فكره كثير حبيت انك سالتيني هالسؤال. لا نفهم شو بدنا نعمل. مزبوط لانه اذا بدك تعملي ريد فيلفت او شو ما بدك تعملي انت مضطره انك تستعملي الباتر ميلك. اوكي فاذا حطينا الحليب العادي هذا الحليب العادي انت اذا بتحطي عليه الخل بهالطريقه ها اوكي شوفي شو بيصير بعد 3 ثواني. ابرا كدبرا ابرا كدبرا ابرا كدبرا. تفضلي انت شو صار؟ ما صار شيء. بلا صار. ليكي كيف بقرش الحليب ايه وات فور بقرش بيصير الباتر ميلك.
لا سوري بعتذر. هذا هو. اوكي هذا خلصت. ها هي. انت فكرت حليب وخل وخبز بده يصير يطلع لك شيء منه. فكرت حنفوت على بهارات رغوه. هيدا هو الباتر ميلك يلي بيجيبوه برا بالانانه بيبيعوه لوصفات الجاتو، بيعطي تكستشر للجاتو. تقريبا ملعقتين حطينا. ايه تك تك، هو ما بيغير بالطعم قد ما انه بكسره للحليب. انه نو نيد، قصدي اذا على كوانتيتي دي لازم انه لتصير هيك. ما كثير ابدا، يعني تقريبا كل كوب حليب بده ملعقه كبيره او ملعقتين كبار مش اكثر. اوكي رولا بلش يجهز الكيك قدامي هون. شوفي شو بدي اعمل له قبل ما يستوي مزبوط، بدي اضيف عليه حبوب المارشميلو ليذوبه على وجهه. عيب شو مني يعني، بعتذر عم نعذبك يعني. لا ما عم تعذبيني ابدا. بس انا سافا انت يعني هيني عليك الخبرين. ايه كثير هيني. عم شوفوا ال نعم اضطرينا نشوف طبعا. بدوبه هلا بدوبه بدوب قلبنا وبيعملوا طبقه بيضاء بتصير بيشبه الشوكولا المشهور تبعنا يلي كلنا بنحبه كلنا بناكله. بالضبط. على فكره المارشميلوز عم بتكون شغلة أساسية عم بترافق ثلاث أرباع وصفاتي. يجلي ما بتنصح أبدا. مرقت قبل بأسبوعين عملت عجينة السكر من المارشميلو، يعني بدك تزيني جاتو بالبيت ومنك قادرة توصلي لمحل تجيبي عجينة سكر بروفيسيونيل لأنك تعمليها. كل اللي عليك إنه تدوبي المارشميلو بالبا ماري كمان وتضيفي عليه سكر البودرة، تخلطيهم مع بعضهم مع ملعقتين ما يكونوا دافيين، تعجنيهم بصيروا عجينه سكر بتغلفي اي جاتو انت بدك. وطبعا فيك تلونيها مثل ما بدك. بقى هاي هي كل القصه. قبل ما يخلص الجاتو كنا نحن وقفنا على المكونات على الباتر ميلك تبعون الجاتو. اخر شيء حطيت الباتر ميلك وفوتته على الفرن. هذا اسمه ديفلز كيك. ديفلز كيك لانه كثير شوكولاتي، وقت نشوفه هلا كيف بده يطلع بيطلع كثير شوكولاتي قد ما فيه شوكولا، وهيك قد ما طريقته شيطانيه بالطبخ. اوكي حنقصقص هيدا. حنقصقص شو عنا؟ بالضبط. لك حرام ولي في ثلاث اربع حبات مارشميلو. مزبوط ما حنخليهم يزعلوا منا. مش حلوه بحقكم يعني. ها؟ يا دلي لا لا لا. هلا حنتاكد انه نقصه. ايوه شو؟ تواخذينا. هيدا بدي اعمله يعني بدي اعمله. اليوم. اليوم بيجيني تليفون إيه بالليل يا روني بيقول ما بقى هانيا بتطلع مع رولا على الحلقه. عم تصحينا هانيا. بالضبط. لا بس عن جد بدل بتوصل معك اضبط. بلشوا يذوبوا المارشميلوز، بس تيذوبوا مزبوط حطلعه من الفرن. اهلا وسهلا. حبلش حط عليه الشوكليت جليس. ما رائع. اي حتى ريحته كثير حلو، القرفه مع البهار الحلو مع الاشياء كثير طيبه. بقدر اعطيكم طريقه جديده كمان انكم تبدلوا، اذا في ناس ما بتحب الموز بقلبه بنصحكم انكم تبرشوا كوبين جزر على البرش الناعم، ما بتحسوا بطعمته بس بيعطي نكهه كثير طيبه. اذا بتحبوا تستبدلوا الموز بشيء ثاني بس مش اكثر من هيك، يعني يا موز يا يعني. جزر مع تفاح ما بعتقد انه بيطلع لقد، لانه التفاح لحتى يطلع طيب بيكون لازم يكون معه زبده. دقت الكريمه تحقت. شفت شو طيبه يا ماما؟ شو طيبه. واو اوكي سوري. لكن اذا بدنا نجربها مره ثانيه بنجربها مع جزر. هي بزيتها بتستبدلي البنانا بالكارت. الكارت مبروشين. اليوم حتعملوا لها نين جاتو. مين بده يروح يسهر عند رولا؟ اوريدي عملت قبل جاتو كثير نجح معي، صرت ما بطلت خاف برجع كفي بغير بس الجاتو. رولا اللي انت قليلي صور الاشياء اللي عم تحطي لنا اياها بتجنن. في احلى من الطبخ ابدا. كنا بعدنا انا وياكي عم نقول لانه عم نطبخها بباسيون. ياي 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 كبروا حسيت ايه. نفخوا. هلا
بدي ريحهم شوي. ايه. على فكره ريحينا كمان، شوفي كيف بصير يا حياتي بصير اكيد. وصفه بما انه هلا من وحي المناسبه حطينا مارشميلوز بالفرن، نقدر بكل سهوله اذا عندك ناس وبدك تعملي شيء هيك دب بس. ايه. سكري. ايه. بتحطي بقلب وحده مثل هاي تيفال او بيغاكس او وات ايفر، بتحطي حبوب شوكولا الشوكليت شيبس العادي او قطع شوكولا. أوكي. بتحطي على وجههم مارشميلوز، بتفوتيهم على فرن حامي مش كتير وقت، وبتحطي معهم بس تا يدهروا بسكتس، بيصيروا بغطسوهم بيطلع رائع. بسكتس بتشني الفكره، حبيت هيدا الجليس يامي عن جد بتعقد الفكره. ايه وايزي هيدي تتقدم بسرعه طبعا. يعني هيدا الجاتو ما بينقلب، بضلوا بالصينيه بيطلع مثل لازانيا كيك. لا 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 هيدا منظره بشهي، هيدا عيب، هيدا حرام، هيدا كثير حرام. الله يعين اللي عم يعمل ريجيم بس تيحضرنا شو بصير فيه. عن جد سوري نعتذر منكم منكم. لكن الجليز بنقدر نحطه مع اي كيك بدنا، حليب مكثف محلى مع شوكولا مع زبده على النار بيطلع عنا صوص كثير طيبه. اذا ما استعملنا المحلى بدنا نضطر انه نضيف سكر بودره. بتحبي نشوف هيدا شو صار فيه؟ اكيد بنحب، كلنا بنحب. تفضلي لو سمحتي. مايا انا ليه حستك رح تطيري لهون؟ This is it. اوكي. اوه ماي جاد. نعم. اوه ماي جاد. اوه ماي. هيدا وصفة سخنة. يا عيب شو منك؟ حتى تتاكل. لا ما تحكي. هين هيدا بينعمل؟ كثير هين. يا الله. ثلاث جاتويات اليوم حيكون سوري روني يا اخي. لحظة، رولا حتألف كتاب بالورقة هادي. يا لكن أنا بشوفكم يوم الثلاثة. تايم أوت رولا. رولا تايم أوت. يوفي فاينلي تايم اوت. يعطيك العافيه هانيا، هيدا زحط معنا شوي. حرام نحن بتعرفي انت عم نشتغل على ظروف قاسيه. معلي معلي اتس اوكي. معنا وقت نحطه تايم اوت. اوكي تايم اوت. بكره على صباح جديد انطرونا، انا بشوفكم نهار الاحد، بحبكم كثير، باي باي. That you are, yeah, 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 yeah.